كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن نموذج مشرف من سيدات مصر، دكتور عزة السروجي، واللي أصبحت أول وزيرة مصرية في الحكومة الأسترالية. دلوقتي معنا نموذج تاني لطبيبة مصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، فازت بجائزة فيلسك جولد في الرعاية الصحية لعام 2022. دي جائزة بتشترك فيها مؤسسة فيلسك ومؤسسة جولد، وبتمنح لأخصائي الرعاية الصحية للمهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية لتأثيرهم الإيجابي للرعاية في المجتمع. معانا عبر زوم من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة منى عزب، نائب عميد كلية الطب بجامعة ألاباما برمنجهام الأمريكية، واللي فازت بهذه الجائزة، جائزة فيلسك جولد في الرعاية الصحية. صباح الخير عليك يا دكتور، وألف ألف مبروك. صباح الخير، متشكره قوي. يا اهلا بحضرتك، صورتك ما شاء الله بتزين موقع جولد فاونديشن، لكن عايزين نعرف من حضرتك عن طبيعه هذه الجائزه وازاي قدمت لها. هي الجائزه دي لمؤسسه اللي عاملها واحد هو هاجر من زمان لامريكا وهو نجح، وخصص الجائزه دي لبرضه ناس مهاجرين سابوا بلادهم وجم أمريكا، ولما جم عملوا تأثير عن في حالة الصحة والطب على المجتمع والإنسانية. فكل سنة بيختاروا واحد من المهاجرين من أي بلد لأنه جه أمريكا وعمل تأثير على المجتمع الأمريكاني وإبدى في حالة. يا دكتورة. ايوه يا فندم، اتفضلي يا فندم سامعيني. فهم قدمتوا، كان في تقريبا فوق المية مقدمين، والحمد لله اختاروني انا السنه دي كالفايز لهذه الجائزه. دكتور منى، وطبعا يعني ببارك لحضرتك على هذه الجائزه، وعايز اعرف من حضرتك هل كان في بحث معين او عمل معين تم الاعتماد عليه علشان تحصلي على هذه الجائزه؟ انا بعمل ابحاث في الأمراض المزمنة، إن إحنا في المناعة في الأمراض المزمنة، وخصوصا بركز أبحاثي على المجتمع اللي هم الطبقة أو المجموعة اللي هم we can say underserved، يعني الناس اللي هم مش قادرين، اللي هم بيبقى عندهم أمراض كتيرة لكن ما عندهمش الريسورسز او ما عندهمش اللي هم في المجتمعات الفقيره. فانا بركز على الناس اللي عايشه في المجتمعات الفقيره وفي القرى علشان اقدر اوصل لهم الرساله، وعلشان هم كمان يكون عندهم المعلومات ويقدروا ان هم يتابعوا صحتهم ويتوصلوا لاحسن علاج. فالشغل بتاعي بيروح للناس الفقراء وكمان اللي عايشين في القرى. صحيح. عظيم. الأمريكية. هل حضرتك كنت متوقعة أنك تحصدي هذه الجائزة، ومين كان بيدعمك يا فندم؟ لا، ما كنتش متوقعة أبدا، لأن دي الجائزة دي يعني ادوها قبل كده لناس في مراكز تانية خالص وعملوا حاجات كبيرة جدا، وأنا ما كنتش متوقعة أن أنا جاية مصرية مهاجرة وبعمل الشغل ده بقالي 20 سنة أن أنا اللي هفوز بالجائزة دي. لكن اتفاجئت بان هم الرؤساء بتوع المسؤولين عن المؤسسات دول كلموني وقالوا لي انت فزتي بالجائزه دي. طيب يا دكتور، حضرتك اصلا تخصصك ايه؟ الجائزه عن الرعايه الصحيه، حضرتك تخصصك ايه؟ انا تخصصي، انا اتخرجت من جامعه الاسكندريه كليه الطب، وتخصصي كانت أمراض بطن عامة، لكن ركزت على أمراض السرطان. اشتغلت كتير مع السيدات علشان أقدر إن أنا أمنع أمراض مرض سرطان الثدي، وكمان عندي أبحاث بشتغل بالتعاون مع جامعة اسكندرية، عندنا أبحاث وبنعمل حملة علشان خاطر التوعية لكل الناس إن هم يعملوا مناعة لسرطان القولون وسرطان الثدي، وبشتغل مع دكاتره كتيره في جامعه اسكندريه زملائي لغايه دلوقتي. طيب دكتور، حضرتك سافرتي للولايات المتحده الامريكيه من سنه 80، فمشوار مهني كبير جدا عايزين نتعرف عليه يا فندم. احنا بنتكلم في حوالي 42 سنه، بالاضافه للابحاث كمان اللي اشتغلتي عليها خلال الفتره دي. فانا طبعا اول ما جيت كنت لسه متخرجه، واضطريت ان اعمل دراسات كتير جدا، لكن ما ابتديتش اشتغل غير سنه
90، لان جالي المهاجر بيعاني بحاجات كتير قوي. يعني انت مش يعني من واحد من الابواب مش مفتوحه ليه كده، صحيح. لازم يذاكر تاني ولازم يبحث تاني ولازم يقدم ولازم يثبت نفسه. واشتغلت بس الاول ببلاش يعني، بس اتطوعت كده عشان الناس تعرفني، وبعدين اشتغلت شغله زي بس تمرين، وبعدين التحقت بالجامعه وادوني مركز في الجامعه الهيئه التدريسيه. فالمشوار بيبقى طويل يعني، انا كنت ممكن في مصر ابتدي بسرعه، لكن هنا اخذني 10 سنين لغايه ما ابتديت تاني كاني لسه متخرجه. طيب دكتور منى، من خلال وجودك في الجامعه وحضرتك بتقولي انك على تواصل لحد دلوقتي مع جامعه اسكندريه، تقولي ايه للاجيال اللي لسه طالعه من كليه طب جامعه اسكندريه؟ ايه الطريق اللي المفروض يسلكوه؟ يعملوا ايه في المذاكره؟ يهتموا بايه؟ الابحاث، لان الموضوع ما بقاش مقتصر على بندرس ايه في الكليه. انا عايزه اقول لهم ان هم يشوفوا هم ايه اللي بيحبوه، ايه اللي بيتابعوه، ايه اللي روحهم فيه، ايه الجول بتاعهم، عايزين يوصلوا لايه. ما يهتموش ان هم يعني، انا لما ابتديت ما فكرتش ابدا ان انا هوصل لمركز قيادي في الجامعه عندي او ان هاخد جوائز. المهم ان الواحد يشتغل ويبقى عنده هدف في الحياه، يشوف ايه الهدف بتاعه يمشي وراه وعمره ما يفشل. يعني دايما يكافح ودايما يحاول ودايما يسال ودايما يدي. ساعه ما بتدي ربنا بيديكي، صحيح. على قد ما بتشتغلي. فالجيل الجديد لازم تبذل جهد وتشوف هدفك ايه وتعمله ايه اللي انت بتحبه عشان انت توصل له. مش هي الماده ولا هي الجوائز ولا هي الشهره، لكن وبعد كده ده كله بيجي. بنتشرف بحضرتك يا دكتور، والف الف مبروك مره ثانيه دكتوره منى عزب، نائب عميد كليه الطب بجامعه الاباما برمنجهام الامريكيه، والفائزه بجائزه فيلسك جولد في الرعايه الصحيه. شكرا جزيلا ليكي يا فندم.